الشجر تحت الشجر بالبيوت عمرك شفت حرة وفي بطونك نور خوت بيملع كل شي دافي الثور الحب ورا يكون قلب الدفا جوا الصفا تحت الشجر بالبيوت عمرك شفت حرة وفي بطونة حوت حوت بيبلع كل شي دافي الثهر الحب ورق الحوت تاج العزة حز الأرض يعلي الجبال تاج الخزة قدر ايديك للصحبان شعل لقلك شعل غدرك او النار خلي وردك يطول شوق ويلف الدار ونارك يلي شعلتها هي قبرك حضر غدرك هيا جمرك مسود لي وشي بين نسوان الحارة من بخلق لا عم أقدر روح زيارات ولا عم أقدر أفتح استقبالات مثل باقي نسوان الحارة لك أبي يعمل لي ألف سرعة وسرعة إذا بدي ضيف حدا لك أجدد فستان عندي أجدد فستان عندي عمره فوق العشر سنين وإذا بقله بدي غراض بيقوم الدنيا وما بيقعدها يعني لو كان أبي فقير والله كنا عذرنا يا أمي بس أبي حالته كتير منيحة كتير يعني شو بده يعمل بهالمصاري أنا ما بعرف بده يضبها تحت البلاطة يا أمو مثل المرحوم أبو اللي خلف ما مات يا بعد دخلك أمي أنت بتعرفي وين أبي بيخبي المصاري؟ يعني وين بده يخبيها غير بالأبو تحت ما شفتيه بينزل كل كم يوم لتحت ولما بسأله شو عم تعمل تحت بالأبو بيقلي هذا مش خلك بتعرفي أمي؟ صرت اشتهي يجي العيد بقى لحتى ناكل شقفة لحمة والله نشف قلبي من الأكل بالزيت والنواشف قولي الحمد لله يا أمي قولي الحمد لله في ناس ما عم يشبعوا اللقمة خير حجة؟ ما في شي ما في شي حبيبتي شوي تعبانة بس الحمد لله لا أحسن شلون عبد القادر معك؟ عبد القادر منيح طيب حنون وين رايحة؟ ساوي لك كاسة مليسي معقولة تعملي مليسي وأنا عندك؟ فوتي ارتاحي أنا بعمل إلي وإلك لك الله يرضى عليكي تعرفي بتذكريني بالمرحومة بنتي هيك كانت حنونة وطيبة مثل حكايتك الله يرحمه الله يبعد عنك أولاد الحرام الله يخلي إياك يا حجة صح فوتي بتاعي فوتي قديش الحساب أبو رشيد؟ هي على راسي أبو ماجد حليت البركة حساب أبو ماجد تلت ليرات إلنا بزمتك حجي على عيني ها عين واحدة هاي تنتين هاي ثلاثة ولا تنساني المشيرات على راسي الله يعوض عليك السلام عليكم سديت
بتاريخ معلم؟ نعم تجار الحماص اللي ماشيين اليوم قديش إلا معهم؟ 9 أيام ولا 10؟ لك شو 9 أيام 10 أيام؟ شو مخك ما عم يجمع؟ بتحاسبهم وبتضيفهم وبتكرمهم، أنا واصل مشوار وراجع. علي الله يرضى عليك معلم شو بدك؟ معلم انت نسيت المصاري هون على الطاولة. تفضل. كسعد شو؟ لما قلت لي انت من وين؟ شوف يا عبدو، انا طول عمري بقول عنك انك انسان وفي بتعرف وين مصلحتك. عمايل الجميل الصافي بالسوق كله ما رح توصل لنتيجه. اللي بدي اياه منك انك تكون عيني بالسوق وركلفك بلم الضريبه اللي قررناها بالبلديه على الفلوكات والصيادين ودكاكين السوق كله. ضريبه؟ هاي ضريبه وراح تنفرض عليهم من بكره. كل فلوكة بتنزل على البحر بيطلع عليها قرشين، بيندفعوا صباح كل يوم سبت، وكل دكان بيطلع عليها 3 قروش كمان بيندفعوا صباح كل يوم سبت. أنا كمان بدي أدفع ضريبة يا مراد بيك. لا ما رح ناخذ منك، أنت من رجالي. قال لي أنت أدى؟ أدى يا بيك وبعجبك تمام. عال معناتها اتفقنا، بترتب أمورك كلها وبتنقي لك كم شب يكونوا جدعان وبعدين بنحكي بالتفاصيل. وكل فلوكة نازلة على البحر تاخدوا عليها قرشين، وكل دكانة 3 قروش، واللم بيكون كل يوم سبت. يعني نبلغ الصيادين وأهل السوق بالضريبة الجديدة رئيس عبدو؟ بلغوهن على الحارك، والتنفيذ بيكون السبت الجاي. مفهوم؟ مفهوم، مفهوم يا رئيس. تأمر شي تاني؟ الله معكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا جماعة يا جماعة، ليكو عبد القادر اجى لنسمع منه الحكاية. السلام عليكم. والله يا جماعة شفت الرئيس جميل وقال الخبر مزبوط. يعني كلنا رح ندفع ضريبة لعبد الأخطبوط؟ شو هالحكي؟ أنا أول مرة بسمع هيك شغلة يا جماعة، ضريبة على السمك اللي بيطلع من المي العامة، ولك هذا رزق، رزق من رب العالمين. يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب، أحسن ما نعيط، خلينا نهدى ونفكر منيح. أخي الشغلة لا بدها تفكير ولا شيء، نحن أحسن الشيء نضرب وما نزل على البحر بنوم. وكيف بدنا ناكل؟ بس والله بدنا نجيبها. طولوا بالكم وصلوا على النبي. اللهم صل على محمد حتى يرضى محمد. أنا عم أقول إنه من السهل علينا نعرف إذا المبلغ يلي مفروض علينا ضريبة أو خوة. شيخي اسمح لي، يعني إذا كانوا هالمصاري خوة، إيه يا جماعة خوة، نحن شو طالع بإيدنا نساوي؟ لك هذا الأشهب، الأشهب يلي كلمته ما بتصير تنتين فوق. لا يا أبو سليم لا، الشغلة مو تحت أمره للأشهب، نحن تجار السوق وإلنا كلمتنا كمان. مزبوط معك حق، نحن ما بندفع ولا قرش، لا إن كانت خوة ولا إن كانت ضريبة. لك يا جماعة صدقوني صدقوني، والله الموضوع أكبر من هيك بكتير، والتسماية ما كتير مهمة عند الأشهب وجماعته واللي حامينه. الموضوع هدفه واحد بس. طيب شو هي؟ من شان الله نورنا. بدهم يشدوا علينا الحبل، يعني ما بدهم يانا نفكر لا بالبلد ولا باللي عم يصير بالبلد. بصراحة يعني بدهم يلهوا الطرش بعلفه. والله الكلام اللي عم بقوله الرئيس جميل مدوزن على التمام التمام. أنا الشيء اللي بدي أفهمه، ليش الأشهب لا يعتمد على عبده الأخطبوط بالذات ليكون إيده بالسوق؟ صدقني يا هاشم يا ابني، اللعبة أكبر من عبده الأخطبوط وأكبر من مراد الأشهب ذات نفسه. من هاللحظة من هاللحظة يا جماعة لازم نفتح عيوننا منيح وندير بالنا على 24. شو لهلا ما لبستي؟ شو بدي ألبس؟ هي أنا لابسة.
ولما قلت لك تروحي تلبسي الفستان الجديد اليوم جايينا الرئيس عبده. والله انا تعبانه مو جاي على بالي اسهر. خلصي وليك بدك تسهري غصبا عنك فهمتي؟ لك يا جدبي في وحده بترفض واحد مثل عبده الاخطبوط؟ عبده الاخطبوط؟ ليش الاخطبوط طلبني لحتى ارفضه؟ لك الاخطبوط عم يضحك علينا يا امي وكل الناس بتعرف هالشي. ولعي ان شاء الله لسانك صار طويل وبده قص. لك يا حوبه صرت 100 مره قايلت لك انك تتلاطفي معه وتسيري شوي لحتى يطب على راسه ويجي طلبك رسمي. لك امي انت عم تضحكي على حالك ولا عم تضحكي علي؟ عبده الاخطبوط اذا فكر يتزوج ما بياخذ وحده مثلي. ليش شو بكي انت؟ ما شاء الله حلوه ومثل القمر. روحي افتحي الباب. ماني فاتحه. لك ما اسفت الرقبه انا بفرجيكي. اهلين وسهلين اهلين وسهلين بسيد الرجال اهلين. إيه والله ما كان في داعي تعذب حالك كل هالقد. من خير الله وخيركم. شوين القطة بنتك؟ ماني شايفها. والله ليالي تعبانة شوي متسطحة بقطة. تعبانة؟ لا شو علي؟ نحن منطلع لعند على القوطة شيلي هالصون ولحقيني أشوف. لا 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 خليك مرتاح أنا هلأ بطلع بخليها تقعد معنا. ليال مور سيدنا. إذا مفكرتيني أنت وبنتك أجدب بتكونوا غلطانين. بنتك مو عاجبتني بهالأيام فلوق رأسها كبراني ومتيبس وإذا بدها تضل ميبسته على طول بدي كسر ليا فهمتي؟ روحي بقوم ماني طالع. بدك تطلعي ورجلك فوق رقبتك أحسن ما يجي لهون. الرجال تعب حاله مكلف نفسه وجايب معه حلو وأكل وفواكه. أمي أنت ما بتعرفي شو عم بيصير لما عم تطلعي من الغرفة لتجيبي شي غرض. شو عم بيصير يعني؟ لك الأخطبوط عم يتمادى معي. وإذا تمادى شوي؟ شو رح ياكلك يعني؟ لك البنت الشاطرة بتعرف إمتى تحط للرجال حدود بين ما ينعم على قلبه ويجي يخطبك باين إنه بموت فيكي وبغار عليكي. تعي يا بنتي تعي أنا بعرف مصلحتك أكتر منك. يا أبو أسعد فوت نام جوا هلأ بتاخد برد. أبو أسعد أبو أسعد الوزير يوسف العظمي استشهد؟ إيه والله ما عم صدق. اي نعم سقطت الشام بعد معركة كبيرة سقطت بيسلون واستشهد فيها يوسف العظمي بزا واحد من رفقاته. اليوم حتى درينا بالخبر ابن عمي بيشتغل بالتلغراف مرق لعندي وخبرني. الله يرحمك الله يرحمك يا يوسف العظمي كان بطل كان بطل حقيقي يا شيخ كان بطل من لما رفض إنذار الفرنساوية وقرر يقاوم رغم قلة السلاح. واللي سمعت لك يا رئيس إنه جاهد هو جماعته على آخر نفس
مع انه كان بيعرف انه المعركه ما انا عادله، بس قالوا لجماعته بدنا نوقف بوش الفرنساوي حتى ما يقولوا دخلنا لسوريا من غير مقاومه. رحمه الله عليه كان بطل. صدقوني يا جماعه انه صاحب الحق مستعد يدافع عن حقه حتى لو كان بخنجر، ومستعد يواجه الدبابه والمدفع، والشهيد يوسف العظمه ضرب لنا اكبر مثل. منشان هيك نحن ما لازم نخاف، ولازم نضحي بالغالي والرخيص مشان بلدنا. ايه والله يا ابو كامل، ايه والله عم تحكي درار. اخي نهار الجمعه راح نلم مصاري بالجامع، حجة مساعده الدراويش وترميم كم مسجد، ونبعثهم للسوار، لانه مو معقول نشوف بلادنا عم تروح بين ايدينا وتمنا ساكتين. احنا موافقين شيخي، اللي بتشوفه مناسب اعمله. انا من عندي بتبرع بحق ثلاث بواريد وشي ألف فشكين، وبوعدكن أمن من التجار مين يدفع الآجر بحق باروتين ثلاثة. وأنا كمان ما رح أقصر، ورح أمته المبلغ مرتب، وبده يحكي مع ابن خالتي يعمل له لمة بالريجي. بارك الله فيكم يا جماعة، بارك الله فيكم، والله يرحم كل شهيد ويجعل طريقنا من طريقه بإذن الله. آمين يا رب العالمين. آمين. لا نوري ما بتعرف وين ابن خالتك أسعاد؟ لا ما بعرف. لك أمي بريضاي عليك، إذا بتعرف وينه لازم تروح تخبره بموتة أبوه واستشهاد أخوه حسن، بلكي بيرجع لعند أمه. حاكم خالتك حالته بالويل وحزنان كتير. يا أمي أسعاد ما بقى يرجع على الضيعة، لأنه إذا شافوا المختار بده يقوسه. إيش نسيت اللي صار؟ إيه بس المختار أبو عزوز سامحه. هلا أنت بتصدق الحكي هاد؟ يعني أنت بتعرف وينه؟ إيه بعرف وينه لأسعاد، بس ما بدي اقول وينه لانه هو حلفني اني ما اقول وين مطرحه. ولا بغل عم ترفع صوتك علي؟ لك الله يرحم ابوك لو كان عايش كان ربطك بالحبل وعلق على الشجره وضل يضرب فيك يضرب فيك لحتى شهدت. وين ابو خالتك؟ لسه بتسالني وينه؟ قلت لك ما بعرف. بعرف بس ما بعرف. ما هو قال لي امني انه ما عاد. ماشي الحال عليك، لا تضربي. ماشي الحال عليك. وين تربيتي فيك؟ انا ما بعرف. وين تربيتي فيك؟ الأخطبوط ما له علاقة بالقصة يعني، بس والله أعلم رح يكون إيده للأشهب بالسوق. ومين هاد الأشهب كمان؟ يا حورية هلأ أنت شو بدك بالحكي الفاضي بوجعة هالرأس؟ عمينا كاستين شايط عليك. حاضر. نحن اجتمعنا اليوم يا رجال لحتى نتناقش بالشي اللي عم يصير بالبلد. مثل ما بتعرفوا حضراتكم الفرنساوي احتل البلد بحجة الانتداب، وزلم الفرنساوي كتراني وعم يفرضوا أتاوات على السوق وعلى التجار، فرضين أتاوي على سوق البيلستان والمسقوف والبازار وسوق اللحامة. يعني بنفهم من هالشي رئيسي انه الضريبة طلعت مظبوطة؟ مظبوطة يا هاشم مظبوطة. الضريبة فرض المندوب العسكري بالتعاون مع زلمه، لذلك أنا حابب أسمع رأي الشيخ ياسر. والله أنا يا جماعة الخير بشوف إنه العين لا تقاوم المخرز. الأمور حبيانة كتير، وكل يوم التاني عم نسمع عن معارك عم بتصير هون وهنيك. طالما هي الضريبة مفروضة على الجميع فبدنا ندفع ونكف بلا عن هالخلق. شيخي من بعد أمرك. نحن تعودنا انه ندفع الضريبه للميري، ما بندفع على عبد الاخطبوط. لك لا على عبد الاخطبوط ولا لغيره ما بندفع ولا قرش. لك يا عيب الشوم عليه، ما في براس ولا شرف ولا نخوه. صلوا على النبي يا جماعه الخير، صلوا على النبي. اللهم صل على النبي. صل على النبي. يا جماعه خلونا ننتقل للموضوع الثاني. اي والله يا رئيسي، اذا ننتقل لموضوع ثاني بيكون احسن. موضوع المعونه للسوار. ابو كامل شو صار معك؟ صار خير والحمد لله. هدول المصاري من تجار السوق ومن موظفين ميري، وهدول مني أنا. بارك الله فيك يا أبو كامل، كتر خيرك، كفيت ووفيت والله. أبو رشيد جاهز.
بسم الله الرحمن الرحيم. هدول المصاري نصهم مني ونصهم من خان البازار وخان التتون وخان الحنطة شريف. الله يسلم اليدين على رأسك. هدول مني رئيس جميل، وهدول مني، وهدول رئيسي. هدول هدول بيطلع علي أنا شريف. تسلم يديك يا هاشم. أم بلال. إيه رئيسي. شو؟ شو رئيسي؟ شريف رئيسي. بس هدول؟ والله يا رئيسي ما في شغل، يعني الحالة ضيقة. هدول مني يا رئيس. أنت كمان يا شيخ ياسر. البحصة بتسلم جرة. الله يسلم اليدين، الله يسلم اليدين. وما النصر إلا من عند الله. هذول المصاري بإذن الله راح أمنه للسوار. خاطرك ابو كامل. مع السلامة. خاطرك ابو كامل. مع السلامة. سلام. شرفي حاجة شرفي. سلمهم يا رب. الله يعوضهم. دعينا. الله يوفقك. الله. ايه يا ابو سليم. نعم. مشكلتك قهوة من شربة المي، وأنا مستعد حل لك إياها هيك لوجه الله تعالى، بس أنت لا تضحك علي وتقول أبو محمود مجنون. تفضل احكي يا فهمان زمانك، شو الحل اللي عندك؟ شوف يا مرحوم البي، أي والله أبوك كان من أكابرية السوق، وكل الناس كانت تحلف بحياته. تعيش وتترحم عمي، تعيش وتترحم، احكي هلا، شو الحل؟ أخي طالما عمتك اللي هي بنفس الوقت حماتك قعدت لك بالبيت فوق راسك ولا بدي هيك بتقفة الهم، ما في حل قدامك إلا أنك تقدح سكينة هيك في نص بطنة وزبتها بالبحر. أبو محمود قوم افر أنا وروح على دكانتك، روح تسبب يا أخي. إيه ما حدا مجنون غير اللي قاعد عم يسمع لك. لك شبك أبو سليم، عم نمزح معك، شو ما بتتحمل مزح؟ أكيد أنك تقتلها مو أفضل حل، بس في طريقة أحسن. أخي احكي إذا عندك شي مفيد وخلصني بقى. انك تجوزها. جوزها؟ ايه لا عيب ولا حرام. اول شيء هي بتلتهي بعريسها وانت بتتهنى ببيتها. ماشي تكرم عينك. انا لك عمي هي البضاعه مول محطوطه عندي بالامانه لواحد صاحبي هلا بعافية الله يعافيه، بس رح اقول له ما انباعت الا بهالسعر. تكرم شواربك. الله يكرمك. اهلا وسهلا اسعد. وري سيك هاي فامي وقديمك. السلام عليكم. عليكم السلام. الله معك. كم مشوار حنطة؟ 15 شوار. 15 شوار حنطة. السلام عليكم. أهلين أبو بدوي. يا حي الله. أهلين وسهلين. أهلين فيك أبو رشيد. وين هالغيبة؟ بتعرف مشاغي. طمني شو الأخبار؟ الحمد لله كل شيء تمام. أسعاد مر معي. روح ساوي لنا كاستين شاي على كيفك، بس لا تجي لنادي لك. تبتم. عود بدوي عود. اخي بعدين بدي اياك تجيب لي كم بارده وشوية ذخيرة بسيك. لعيوني يا ابو رشيد، بس الاوضاع صعبة شوي بهاليومين، لأنه الفرنساويين اشتلوا على تهريب السلاح من تركيا وعم يشددوا المراقبة كتير. المعنى بدوي؟ المعنى رح نتأخر شوي على الشغل، بس التأخير مو لصالح لبنان. الله يحن عليك، بدي اياك تشد الهمة وتأمل اياهم بسرعة. يا سيدي إن الله يسر بين الأسبوع والعشرة أيام، وإن شاء الله ما بيصير إلا كل خير. أنت بتعرفي يا سلمى إني بحبك مثل وهيبة وأكتر، وأنا بحبك عمتي وربي يشهد علي، بس أنت دايماً بتصفي مع وهيبة وبتغطي على مشاكلها. يعني بسايرة مسايرة،
صارت بهالعمر ولسه ما تجوزي. الحق عليك يا عمتي، ليش ما بتسعي لها بجوازة؟ ما شاء الله ما عارفك كتار. اي والله جبتيها يا سلمى، من بكرة رح اسعى لها بعريس ابن حلال، خليها تتسدد. الله وإيدك. تفضلي يا عمتي. أنا ما باكل درة. تقبريني نقيتهم طرايا سلقتهم مخصوصي مشانك. شو؟ بدك تجوزها لأمي؟ لك يا بدرية، هي فكرة لسه ما صار شي عن جد. بعدين أنا عم أفكر بمصلحتها، مو حرام هيك مرة وحدانية تضل عايشة لحالها؟ بالله ايه، وطي صوتك وطي، لا تفضحنا. والله ما تسمعك بتبطل تحكي معك كل حياتها. خلصنا بقى بدرية، شبكي لك يا بنت الناس، يعني راح تخافي على أمك أكتر ما خاف عليها أنا؟ ما هي عمتي. بقى الله يرضى عليك، يفكري بالعقل. شو قلتي؟ ما بدي، هي فكرة انك تجوزها لأمي بتيلة من بالك نهائيا. لك راس يابس مثل أمك والعياذ بالله. نيالك يا أبو رشيد، كل الناس بتحبك وبتحترمك وقلك عندهم وزن وقيمة، معلوم يا عمي. ليش لحتى ما يحترموك ويقدموا لك فروض الطعام طالما عندك أملاك ومصاري؟ مو مثل حكايتي مفلس وأندبوري. أي مثل بيقول، معك قرش بتسوى قرش. أخ على هالدنيا شو قاسية، ناس بتخلق بتمام على ذهب، وناس مثل حكايتي بيخلقوا للشقة والتعتير. يا ترى في أمل إني صير مثلك يا أبو رشيد؟ عاوز يا أبو حماد؟ تسلم يا معلم، تسلم. حقني مسكر الباب. يا الله. يعطيك العافية يا أبو حماد. الله يعافيك. مين تهلي يا أبو السود؟ جيت بوقتك. عود بدي اسقيك كاسة شاي. كتر خيرك. شو يا محمد؟ كأني سمعت صوت معلمي يا أبو رشيد. ايه اجاب شوي وفات على المكتب وراح. ايوه بسير بسير، ذوق هالشايات خمير. ايوه معمر. ابن عمي. عيون ابن عمك. ما قلت لي حلو هالفستان علي؟ حلو. ايه بيطير العقل، ولك القالب غالب. عن جد؟ معقولة لك سلمى؟ عم تشكي بكلامي؟ لا ما قصدت، بس يعني انت بتعزني؟ بعزك؟ ولك انا بحياتي لا بلاقي لا احلى ولا اغلى ولا احن من سلمى الحبيبة. الله يخلي لي اياك ويديمك تاج فوق راسي يا رب. سلمى انت غالية، انت ولك انت جميل. سلمى العشاء جاهز. هلا وقت العشاء. حسبي الله ونعم الوكيل. يا سلام لك تقبري عظامي يا ليالي، قديشك حلوة. مو حلوة بس، لا حلوة ومليانة. بس لازم شوفها هيك لوحدنا. ايه لوحدنا، بس شو الحل؟ يا سلام، شو هالشوربة؟ شي ناهي، مين عملها؟ هي عمايل ايدي اخي. اي مزبوط ابن عمي، حاكم الشوربه طبخها كتير صعبه فبتطلع من تحت ايدين وهيبه غير شكل. الله يسلم الديات. بتعرفي ذكرتيني بنفس المرحومه امك الله يرحمها، كان نفسها هيك طيب على الاكل، ما هيك عمتي؟ اي والله يا عمتي الله يرحمها، من كتر ما كانت مسيطه الشاطره بالبلد اللي بدها تتعلم منها كيف تنطبخ الصياديه. عمتي
صحيح صرنا زمان ما اكلناها، طبخي لنا اياها شي يوم. ليش ما تطبخي لنا اياها انت حبيبتي؟ مو على اساس متعلمه طبخ من المرحومه امك الله يرحمها؟ سلمى خلصونا بدنا نتسمم. عمي ابو محمد موت بدي اسالك، بلتقى حواليك هيك شي اوضه صغيره وكان يستاجرها؟ والله داخل ايم القعده هون بالخان لحالي. يا سيدي الاوضه موجوده. وين؟ عندي انا، ومن بكره خذ بقشتك وروح اقعد فيها، وما بدي منك لا اصفر ولا احمر. لا عمي انا ما بقعد عند حدا ببلاش. يا عمي يا اسعد انت روح اقعد فيها وبعدين نحكي بالموضوع. طيب وين الاوضه؟ بيتي اوضتين، تاخذ انت اوضه المرحوم اخي وانا بضل باوضتي، وهيك بنتونس مع بعضنا البعض. طيب بس عمي عيلتك وين بدها تقعد؟ عائله مين يا اسعد؟ أنا أصلاً مالي متجوز، كنت ساكن أنا وأخي الكبير الله يرحمه، وهو كمان ما كان متجوز، ومن 5 سنين راح لرحمة ربه. يعني ما عندك ولد اسمه محمد؟ لك لا ما عندي ولاد. أنا من يوم اللي وعيت على الدنيا بينادولي أبو محمد واسمي محجوب. والله والنعم منك عمي محجوب. ومنك يا ابني. يا سيدي شو قلنا؟ من بكرة بتروح بتزبط الأوضة لحالك، وهيك بتصير جاري بالبيت ورفيقي بالشغل. والله ونعم الجيري ونعم الجيري الله يديمك. خد عمتي هاي طبنجة المرحوم، دير بالك عليها، وفي فشك هون ملام الكيس. لك الله يسلم الديات يا عمتي ويرحمك يا جوز عمتي. الله ألف رحمة ونور تنزل عليك. شو هاد؟ طبنجة؟ ايه طبنجة شبكي لا تخافي. الله يسلم ايديك يا مريم. وايديك يا ابو خليل. تعرف بدي اقول لك شغلة. قولي يا مريم. ما بعرف ليش هيك عنا على بالي أخوك نعيم، إله زمان ما زارنا. وشو اللي زكلك هلأ بأخي نعيم؟ عم قول لحالي إله زمان ما زارنا. يا والله ما بعرف شو بدي قلك يا مريم، نعيم أخي الوحيد وما إلي حدا غيره، وأنا مشتاق له كتير. بتصدقي أحياناً في الصبح بكير وأنا عم أفكر فيه وخايف ما يكون صاير له شي. بعيد الشر، ليش هيك عم تفول على الزلمة؟ لا عم أفاول عليه ولا شي يا بنت الحلال. لك المرة الماضية قلت له يا أخي يا نعيم الله يرضى عليك، لك الله يخلي لي إياك، لك حاجتك غربة، أترك اليونان والبحر والبواخر ورجع. إيه ما في فايدة، راسه يابس ما بيرد على حدا، شو ساوي له؟ وليش ما تقول إنه مرته اليونانية هي اللي مأسرة فيه وما عم تخليه يرجع لبلده؟ لا مريم لا، ماريا ما في منها، ما شفتي شلون تعلمت العربي دغري بس تزوجته؟ مزبوط يا سيدي، الله يديم المحبة ويرجع لنا اياهم بالسلام. امين. وينه خليل؟ ما شايفه؟ بيكون سهران مع رفقاته مثل العادة. تعالوا هون. السلام عليكم. اهلين يا عمو. وين كنتوا هلا؟ ابي كنا مع كامل وخليل على شط البحر. ومثل العادة اتراهنتوا مين بيغطس اكثر ومين بيحبس نفس اكثر، مو هيك؟ قعدوا تعشوا يا عم. لا محرومين من العشاء، كل واحد بيجي بيتأخر على البيت محروم من الاكل. روحوا لنا على اوضتكم لنشوف. يلا عفارم عليك يا اخطبوط، اللي بفهمه من كلامك انه صار عندك رجال بيكفوا. بيكفوا يا بيك، رجال قدعان وبيعجبوك. عظيم، معناتها مننفذ اللي اتفقنا عليه، ولا تخاف من حدا ابدا. انت من هاللحظه عم تشتغل مع مين؟ مع الاشهب. واللي بيعصلج عليك بالدفع حيكون حسابه عسير مين ما كان يكون. وانت ورجالك زي كلكم عندي راتب شهري مرتب تضبطوك لاخر شهر. اذا حبيت انك تطالع مصاري بطريقتك الخاصه ولجيبتك يعني معلش، بس على شرط بتخبرني عن كل شيء بتعمله بالتفصيل. عم تفهم؟ فهمت يا بيك، ان شاء الله اكون عند حسن ظنك والله يديمك فوق راسنا. تعرف اذا ما كنت عند حسن ظني يا عبدو
رح اقطعك شقف وخلي السمك ياكلك. من ايدك هي لايدك هي بيك. يا معبدو نعم يا بيك جيبينا رشا لبرا. حاضر. واقف عندك مين هيك؟ فراج الليل. فراج الليل اهلين وسهلين شريف. في ابوك يعمل لي مليون مشكل. مسك يا عمو شين بليش وخبز كل تقبرني انت واخوك وبس تخلصوا خبوا الصحن باليوك وانا بكره الصبح باخده. لك الله يخلينا اياكي وديمك فوق راسنا. بتقبرني ريتك انت واخوك. يا نسيمه جلال جلال امخي امك لك لمه جبت اكل؟ اي ام بلغ الشباب يا ابو حمزه انه ان شاء الله بهالكم يوم بيصلكم السلاح والذخيره. الله يكتر خيرك يا ابو رشيد عم نعزبك معنا. لا يا ابو حمزه لا هذا خير الله ونحن قلبنا وعقولنا معكم خطوه بخطوه. بسم الله. مسيك. شو هدول يا ابو رشيد؟ مسيك هدول مصروف بتاعت زبون كبير كبير يا ابو رشيد كبير. فهمت شو عامل لك؟ لا يا رئيس عبدو انت خليك مرتاح ما بتسمع غير الاخبار الطيبة. تعملوا اللي عملكن عليه وبلا مشاكل واللي بيعند معكن خبروني عنه إلي. اعتبره صار قبضاي خاطر. يلا شباب قرش على الدوكات اللي عندك وثلاث قروش على الدكان بصيروا 63 قرش. لو كنت ما بتستحي على حالك لوك ما بتستحي على حالك روح بعتلي معلمك. روح بعتلي يا معلمك روح سلامك. شوفي بدك تدفع اخي عم نقلكم ما معنا بنمشي بكم مصاري لابونا. وقت منقول بدك تدفع معناها بدك تدفع. لسه ما استفتحنا منين بدفع لكم؟ بديدك على جيبك ولا بدك تدفع غصب عنك بديدك على جيبك. يلا هوني هدول 65 قرش قرشين بخشيش يا عبدو وكل أول أسبوع تجيب تاكل قيمتك ومن اليوم وطالع يا عبدو كل واحد منا عارف مطرحه وين. يلا أبو بلال خلصنا. طول بالك يا أبو طنوس لسه ما استفتحت. الله وكيلك ما معي تعال عندي بكرة الصبح لا تعطي. ماني جاي بكرة الصبح بدك تدفع هلا ورجلك فوق رقبتك. مين هذا اللي بيدفع رجله فوق رقبته ولا؟ والله ما خسر لك راسك انت ورجالك يا واطي. راس مين بدك تكسر ولك واطي؟ راس مين بدك تكسر ولك؟
شوفي ابو بلال ما رضي يدفع اللي عليه وابنه ضربني بالسكينه وهرب. هيك لك انا من اول بتكون تعملوا لي مشاكل. انا بفرجيك يا ابو بلال وفرجي ابنك اللي ما عرفت تربيه. كسروا له الدكان وكبوا له رجعوا على الارض وشوف يلا. بس مين اللي بده ينكب على الارض يا عبدو؟ ابو بلال ما راح يدفع لك مصاري الا على راحته وعلى اقل من مهله. وبتفهم لي زلمك ينقلهم السوق احسن ما نخلي اهل السوق يسلخوا جلدهم سلخ. حركوا لك. هذا الوطي ما عاد له قعده بيناتنا بالسوق. مستحيل يبقى لحظه واحده هون. هذا واحد ندل وهلا بين على حقيقته. لك صدقتوا يا جماعه نظرتي فيه ما خابت. طول عمري بقلكن عنه ندل وواطي. فوق عليه من بين الرجال. عندي الحلال مستعد يبيعنا واحد واحد على البطه مشان مصلحته. صلوا على النبي يا جماعه صلوا على النبي. اللهم صل على النبي. شيخي اللي عم يقولوه رجال مزبوط. الاخطبوط ما له قعده بيناتنا لانه خاين الخبز والملح. روقوا يا جماعة. خلونا ناخذ الأمور بالتروي. أنا عم بفكر إني روح قابله للأشهب وإحكي معه كلمتين. بدي أفهم منه شو عدا ما بدا لحتى انقلبت الأمور بهالشكل هذا. السوق في تجار عم يشتغلوا فيه أبا عن جد وفاتحين بيوت وما بيصير يحكي معهم بهالطريقة. شيخي شو ما عملت وشو ما كان رد الأشهب، نحن ما تعودنا نحوي بيناتنا واحد وسخة من بعد إذنك يعني. وبتفهموا لهذا الواطي الأخطبوط إذا بيرجع بعيدة قسما عظما بعلقه قدام باب دكانته وعلى مسؤوليتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك الله محيي أصلك ويديمك فوق راسنا يا رئيسي. خليلي إياك يا أبو بلال. شرفوا يا شباب شرفوا. تفضلوا. شرفوا يا شباب تفضلوا تفضلوا شرفوا. هيك لك الرئيس جميل ما بده يعني بالسوق. مو بس الرئيس جميل، كل أهل السوق ما بدهم ياك. بقى كيف بلع عن هالخلق ولا بقى تجي لهون؟ أحسن ما يكون بشي نصير بشي تاني. شي تاني يعني شو شيخي؟ بدهم يقتلون مولانا. أنت كبير وبتعرف الله. لا إله إلا الله. طيب إذا كبير المينا أمرني إني لم الضريبة كل أسبوع وبالحسنة، فليش كله لحتى يوقفوا ضدي؟ ما يروح يوقفوا ضد الأشهب. أنت قلتها يا عبدو بالحسنة، بس جماعتك اليوم زودوها كتير. يعني لولا ألطاف رب العالمين كان راح يوقع البلاء. باب رضاي عليك برضاي عليك كف مغيب عن السوق كان يوم لبين ما نحل الأمور ونقرب نفوس بينك وبين الرئيس جميل. ماشي شيخي أنا رح نفذ اللي بدك إياه، بس مشانك أنت هاك أنت وبس. بارك الله فيك. آه يا مولانا شو طالع بالإيد. أنا قلت لحالي بدل ما أبعت الدرك يلموا الضريبة ببعت واحد من أولاد السوق بيعرفهم وبيعرفوا أخبس لي. يا مربيك يعني قصة الضريبة كلها مو قاطعة براس حدا. يعني هالضريبة مين اللي طالعها وليش طلعت ولوين رايحة؟ الناس من حقهم يعرفوا كل شيء يا مربيك. معك حق يا شيخ ياسر، والله معك حق وكلامك على رأسي. بس كمان انت شايف البلد وشايف الأوضاع كلها مقلوبة والفوضى اللي موجودة. شي بيقولوا الملك فيصل بده يترك الانجليز ويروح لعند الفرنساوي، وشي بيقول العكس، وشي بيقول انه الفرنساوي بده يترك البلد ويدخل محلهم الانجليز. المندوب بيقول شي والمتصرف بيقول شي تاني. هلا فكرك انا ما عم بدفع ضريبه؟ عليم الله بدفع ضريبه مثلي مثل غيري ومن حر مالي. شو بدي اقول لك؟
على الضرائب اللي عم ياخذوها من البواخر النمساوية والمصري. لا تشكي لي، ببكي لك يا مولانا. قلب الدفا جوا الصفا بين الحق الما بيموت، فوق البحر بين البشر تحت الشجر بالبيوت. عمرك شفت حرة وفي بطونك قوت، قوت بيملع كل شي دافي الثور الحب ورق الكون. قلب الدفا جوا الصفا بين الحق اللي بيموت، مو بالبحر بين البشر تحت الشجر باللي بيوت. عمرك شفت حرة وفي بطولة حوت، حوت بيبلع كل شي دافي الزهر الحم ورق الموت. تاج العزة هز الأرض يعلي الجبال، تاج الخزة غدروا إيديه شعل غدرا أو النار، خلي وردة يطول شوق ويلف الدار. ونارك يلي شعلتها هي أبرك حضر غدرك حتى جمرك ولا بطار. بكرة بتبان الأسرار غوص بحقدك جاي